الحلو أن الواحد فينا يقص أظافر اليد والقدم كل ما يشوفهم كبروا أنظف وأحلى وأشيب وأجر من الله، لأنه عمل بوصية رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكتير حلو إذا واحد يحافظ على مظهره وتسريحة شعره وريحته اللي مغطرة كل ساعة، لأنه النظافة والترتيب والشياكة ما إلها مكان وقت محدد.